اما هلا بننتقل لمحطتنا التاليه. كثير يمكن من الامراض بنسمع منها تصاب نتيجه سوء التغذيه، قديش مهم اليوم التغذيه بحياتنا اليوميه، قديش بتاثر على جسمنا. كثير من الناس بتقول لك انا باكل بشكل منيح، بس للاسف يمكن انتقاءها لانواع الاكل بتكون هي اساس سوء التغذيه، والعكس صحيح، في ناس بتقول لك يمكن انا ما كثير بحب اكل، باكل وجبه واحده، فكمان بشكل هذا الموضوع نوعا ما من انواع سوء التغذيه. نحكي عن هذا الموضوع اكثر معنا ضيفتنا ماجستير بالتغذيه عنان ابراهيم دلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم صبايا. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش من العنوان، سوء التغذيه شو نقصد فيه؟ اوكي، هلا مصطلح سوء التغذيه بيتضمن عده مصطلحات من ضمنه او عده معاني. ممكن انا اقول على شخص بيعاني من سوء تغذيه، اما نتيجه نقص بالمورد الغذائي اللي عم يتناوله او عدم توازن، او ايام الافراط بتناول بعض الاطعمه بتعمل ايضا سوء تغذيه. فنحن دائما بنطلع وتنعرف هيك سوء تغذيه معناتها هي شخص كثير نحيف، لا، ايام حتى السمنه بتعمل سوء تغذيه. طب خلينا نحكي عنها اكثر، يعني لما نقول مثلا انا باكل منيح وكثير اكلي منيح بس في شويه نصحه، هذا ليش يصاب بسوء التغذيه؟ تمام. هلا رح نحكي عن انواع نحن سوء التغذيه. هلا تقريبا فيني انا اقول ثلاث انواع من سوء التغذيه. اول نوع فينا نقول الشخص وده بيصير معه هزال، يعني نقص بالكتله العضليه بناء على طوله ووزنه، هون نتيجه هو قله شهيه. فيني اقول انا انه شخص ما عنده شهيه كثير للاكل. بعض الاشخاص بينتقوا انه ياكلوا كربوهيدرات، يبعدوا عن الفات او يبعدوا عن البروتين، هون نقص بالموارد الغذائيه او المغذيات الكبرى فينا الاساسيه. صحيح. تمام. النقطه الثانيه، بعض الاشخاص اللي بيعانوا من نقص المغذيات الصغرى اللي يعني احنا بنقول عنها الفيتامينز والمعادن، كمان هون الشخص اللي بيكون عنده نقص باحدى هدول الفيتامين او المعادن بنقول عنده سوء تغذيه. النقطة الثالثة هي موضوع زيادة الوزن أو السمنة نتيجة تناول طاقة كبيرة أو سعرات حرارية كثيرة تفوق حاجة الجسم، فهون كمان نطلع إحنا عم يصير عنده سمنة نتيجة أنه هو عم ياخذ سعرات حرارية فارغة من هي الغذاء وما عم يستفاد منها. كمان بنلاحظ حتى لو هو عنده بدانة وسمنة، لكن هو عم يعاني من نقص فيتامينات ومعادن، أيام بنلاحظ عنده نقص بالكتلة العضلية، وبالتالي أنا وقت بصير نقص بالكتلة العضلية معناتها في عندي سوء تغذية بالبروتينات. طيب خلينا نسألك عن الأعراض اللي بتظهر على الشخص، الأعراض الظاهرية، وممكن نحن نعرف من خلالها أنه هذا الشخص بيعاني من سوء تغذية. أوكي. بالعموم نحن بنلاحظ عند الشخص في عنده تعب، إعياء، اقياء ايام. اذا الشخص من النوع اللي هو عنده هزال فهو بتشوفي انت ما له حيل يشتغل اي شيء، ما له حيل يعمل اي شيء، نقص بالتركيز كثير. في حالات بنشوف نحن كمان بصير عنده خمول وما بيعود، تلاقيه دائما عم بينام ما عنده اي نشاط لحتى هو يعمل هذا الموضوع. اما بالنسبه للبدانه اللي عم يعانوا من زياده وزن، فهنا بنلاحظ انه هن مترافقه مع كمان قله نشاط. بنشوف اذا بيقولوا لك انا طالعه على الدرج ما لي حيل ابدا، دقات قلبي عم كثير عم يخفق قلبي بالعاميه لانه وضع عم بطلع على الدرج. كمان هي مرتبطه ببعض الامراض مثل امراض الضغط، الشحوم والكوليسترول والضغط. طيب قبل ما نحكي عن يمكن نقول سوء التغذيه وحالات الخطوره اللي ممكن يوصل لها، خلينا نحكي يمكن على ثقافه عامه. نحن للاسف يمكن بنقول اي حدا نحيف يعني هو عنده سوء تغذيه. تمام. خلينا نفصلها شوي، لانه احيانا بتكون طبيعه جسم، او احيانا بتلاقي هلا الصبايا متجهين لحول نوعا ما للنحافه الزايده للحفاظ على جسم جميل، او معدل حرقه عالي بيكون مثلا. تماما. هلا في مصطلح دائما بقول لهم اياها للمرضى عندي، كل شيء زاد عن حده نقص. يعني انا لا لازم يكون كثير بعاني من نحافه، بالنهايه في شيء اسمه بادي ماس اندكس، مؤشر كتله الجسم. صحيح. فوقت بيجي شخص لعنا بناخذ له وزنه على اجهزه قياس مؤشرات كتله الجسم، بيعطيني الوزن، نسبه الدهون، نسبه العضل، نسبه السوائل. فهذا المؤشر بادي ماس اندكس، مؤشر كتله الجسم، بيعطيني قديش هو هذا الشخص عنده. يعني انا فيني اقول من 18.5 هذا الرقم 24.9 هذا عم يتراوح الوزن بين الوزن الصحي والوزن المثالي. فانا اذا بالوزن هو المثالي فبيكون كثير منيح. وقت انا بقول وزن مثالي معناتها انا عم بطلع على مؤشر نسبه الدهون والعضل عم تكون بالرينج الطبيعي. اما امتى بقول انه الشخص عنده مرض او فعلا سوء تغذيه؟ وقت بيكون الرقم تحت 18.5 فهو عنده هون نحافه، معناتها هون اسمه مرض النحافه، هو موضوع بس انا جماليه انه انا بحب حالي كثير نحيفه. في ناس بنشوفهم بياكلوا منيح بس نحافه لطبيعه جسمهم. هي بتكون طبيعه استقلاب جسمهم وغالبا وراثه، انه هن بياكلوا كثير
كثير، بنلاحظ انه هن بياكلوا كثير بس عندهم موضوع النحافه. صحيح. بلس انه نحن ايام بنشوف اشخاص خاصه على الميزان نحيفين، لكن نسبه الدهون اللي عندهم الحشويه عاليه. بجوز تقولي لي شو هي الدهون الحشويه؟ هي الدهون المغلفه للجهاز الهضمي. يعني في عندي نوعين من الدهون، انا كليه بتبين عندي من شكل الجسم، عندي دهون داخليه مغلفه للاجهزه الداخليه للجسم، الاجهزه الهضميه. هي خطورتها اعلى من نسبه الدهون الكليه. فهي الاشخاص بيكونوا عندها نحافه زياده، هي بتاكل كميات كبيره وبتاكل نوعيات خاطئه، فبنلاحظ هون هن عندهم دهون حشويه عاليه. هون بتكون خطير الموضوع، مو بس انا اذا انا عندي بدانه بس بالشكل الخارجي، معناتها هون الموضوع خاطئ عندهم. طيب دكتوره خلينا نحكي عن عوامل الخطوره لسوء التغذيه حسب الفئه العمريه. تمام. هلا اذا نحكي نحن عن نقص التغذيه، اذا شخص هو شهيته قليله، عنده نقص بالوجبات الغذائيه اللي عم ياخذها، فهون بنلاحظ عنده هو مثل ما حكينا دائما اجهاد وتعب، كمان قله نشاط. اذا بنلاحظها عند الاطفال فهي بتصير عنده نقص بالنمو، بنلاحظ كثير في عنده، اذا انا بدي قارن نمو طفلي بنمو طفل من نفس العمر، فعنده نقص بالنمو، نقص بالطول، لانه غالبا سوء التغذيه عند الاطفال بيعمل شيء اسمه تقزم، نقص بالطول بناء على عمره وطوله. كمان نقص بالتركيز، بتلاحظ الام بالمدرسه ما عنده التركيز الطفل. وبنلاحظ كمان موضوع نفسيته كثير بيصير سلوكه عدواني او عصبي الطفل. اما بالنسبه للبدانه فمن البدايه حكينا انه البدانه اكيد مرتبطه، والبدانه باخر سنوات سموها مرض البدانه لانه عم ترتبط بعده امراض مثل القلب، الشحوم، ارتفاع شحوم الكوليسترول والضغط والسكري نمط ثاني. طيب خلينا نحكي عن المتممات الغذائيه او الفيتامينات اللي ممكن الشخص تلاقي لانه يعني عنده شويه نحافه او بدايه سوء تغذيه ما كثير بياكل منيح، تلاقي الاهل بيتجهوا فورا للمتممات الغذائيه او للفيتامينات. هلا هي مفيده نوعا ما للاطفال باول سنوات لانه اساسا ما فيك تضبطي الطفل مثل الكبير، يعني ما بياكل بالطريقه الصحيحه او السليمه. هي الى او عوامل خطوره او اثار سلبيه ولا لحد معين ممكن نقول لا مفيده؟ هلا انا ضد اني انا اخذ او اعطي اي شخص اي نوع فيتامين اذا ما هو عنده نقص فيه، لانه بالنهايه زياده تناول هي الفيتامينات تعمل سميه بالفيتامينات. فانا دائما بفضل انه نحن نعمل تحاليل مخبريه بعدين على اساس اي نقص بهذا العناصر انا اعطي هذا النوع من الفيتامين. لكن في اشخاص بيعندوا بيقولوا لك لا انا ما فيني شيء بس بدي اخذ للوقايه، فممكن ناخذ هون نحن المالتي فيتامين اللي بتجي فيها عده فيتامينات ومعادن كل يوم حبه. لكن نحن وقت بيكون في عندنا نحافه كثير فالمفروض اول شيء نحلل تي اس اتش موضوع الغده، نتاكد انه احنا ما عندنا مشاكل بالغده الدرقيه. اثنين بدي اتاكد انا المشاكل موضوع كمان الحديد والخضاب، هي بدي اتاكد عنه. هلا بالاونه الاخيره كثير عم نسمع عن نقص حديد عند الناس. تمام. يعني قبل فيتامين د بنعرف مشان الشمس وهي التفاصيل، بس هلا بالمحيط اغلب الناس عم تقول في نقص بمخزون الحديد، ونعرف قديش بيكون في مخزون بالحديد عند الجسم وكيف اليه تصرفه عم تكون. فلما يكون في نقص بالحديد عند الاشخاص شو السبب الاساسي؟ يعني هلا حكما هون بده يكون عندي انا نقص بتناول الاغذيه المحتويه على الحديد. تمام. لكن هي عم تكون تراكم، يعني انا لهيك بنقول انه حللوا مخزون الحديد وليس الحديد المخزون الاساسي لحتى نعرف نحن قديش المخزون عندنا اياه بالجسم. وقت بيكون قليل فانا بلاحظ كثير على جسمي، اول شيء عند اغلب الاشخاص ثبات بالوزن او سمنه، بنلاحظ تساقط بالشعر، اصفرار بالوجه، وقت انا كمان اي نشاط بعمله فبصير تسارع بدقات القلب الاساسي. تمام. فانا ما عندي هون مخزون الحديد قليل بجسمي، فالمفروض اي شخص بيعاني من نحافه او سمنه دغري بنطلع نحن على موضوع الحديد، موضوع النحافه او سوء التغذيه. كمان بينطلب منه تحليل البومين بالدم لنشوف كمان قديش نسبه البروتينات بالجسم، وبناء على هذا الموضوع بناء على تشخيص اختصاصي التغذيه اذا هو عنده نحافه او موضوع سمنه بيتم اعطائه الادويه المناسبه ونظام غذائي خاص بهي الحاله. كونه ذكرتي النظام الغذائي الصح، خلينا هيك نقدم نصائح لليوم للمشاهدين ضمن الامكانيات يعني المتوافره، كيف الشخص ممكن يحافظ على غذاء متوازن ياخذ حاجته من المواد والعناصر الاساسيه؟ طبعا. ضمن الامكانيات، لانه هلا مع الغلاء يعني كنا نقول بديل اللحمه، بعض فينا نقول البقوليات هلا لانه صارت الاسعار والارقام مرتفعه، مش كل الناس قادره اكيد واغلبنا للاسف يعني طبعا مش قادرين يحصل على الكميه الكافيه.
صح مثل ما ذكرتي، لان احنا كنا نقول شوي انه ما في شيء بيقابل البروتين الحيواني، حتى لو احنا نوعنا بالبقوليات النباتيه، لكن الحل الوحيد والسحري اني انا اجمع اكثر من نوع من البقوليات بطبق واحد، لحتى انا يصير عندي هذا البروتين قريب كثير من البروتين الحيواني. مثال مثلا احنا بنعمل الحمص مع الفول، البازاليا مع فينا نقول الفول، يعني عده انواع من البقوليات باكله واحده. هي الاكله موجوده، فينا نعمل سلطه بقوليات كثير. تمام، هي الاكله موجوده حتى بمصر الكشري، هي موجود اكثر من نوع من البقوليات فيها. هلا هيك انا بحاول انه انا اعوض البروتينات الحيوانيه الموجوده عندي. لكن سؤالك بالبدايه كيف انا النظام الغذائي، بالبدايه اول شيء لازم انا اقسم وجباتي الغذائيه. نرجع كثير من نوه للمشاهدين، اكبر غلط اعتمد على وجبه غذائيه واحده. اغلب الناس نتيجه هو المشكله عصر السرعه هلا والعمل والشغل طويلة، بيضلوا على وجبة غداء وهي وجبة عشاء عم تكون، فهذا أكبر غلط. فطور وغداء هن أهم شيء، عشاء ممكن أتجاوز أنا، لكن لازم أنا أفطر ولازم أنا أتغدى. لازم يكون يعني هي ما له من المريخ يكون النظام الغذائي بس مثل ما نحن يعني العادات الغذائية القديمة مثل أبائنا وأجدادنا كانوا فطورنا هو بروتين، لبنة، جبنة، بيض، ممكن يكون زيتون مع حجم مناسب من الخبز. طبعا أنا ضد الخبز الأبيض ولا السياحي، من أنصار الخبز تبع الحبوب الكاملة، شوفان، النخالة، الشعير، هذا له فوائد كتير على الجسم، مليان ألياف كمان لصحح من عمل الجهاز الهضمي. والخضرة دائما ما بنشوف الشخص بياكل خضرة غير إذا عمل دايت وبده ينحف، فكتير هذا العنصر مهمل عنا الخضار نحن أو إذا بالطبخ. بس بيقول لك دائما كل شيء أخضر، يعني قد ما أكلتي أخضر وكثرتي شيء كتير مفيد، خاصة الخضار الورقية. إذا أنا عندي فقر دم، إذا عندي أنا نقص خضار، فدائما بنقول لهم كلوا سبانخ، جرجير، خضار ورقية، خضراء داكنة. كمان وجبة الغداء أكيد ما حتكون كل يوم دجاج أو كل يوم لحمة، لكن نحن ننوع ونبعد عن إفراطنا بتناول الرز الأبيض لأنه ما منه فائدة أبدا. يعني حاول دائما بدل الرز الأبيض برغل، نساوي أيام عدس، نساوي أيام أكلات متوفرة عنا بالبيت، ونطلع شوي من كل يوم رز أبيض رز أبيض رز أبيض، لأنه كتير له أضرار وخاصة على المرضى اللي بيعانوا من سكري وقلب. خليني هيك لو سريعا بس أسألك عن موضوع الخبز. قلتي أنه أنت مع الخبز الأسمر أو الشعير أو هاي البدائل، في أشخاص بيقولوا لك أنه الأبيض أو الخبز الأسمر كلهم يعني نفس الفائدة عم تكون بالضرر على الجسم. هي الفكرة، هي مادة الخبز بيعتبروها يعني تغذويا سيئة. الموضوع هي نفس السعرات الحرارية، يعني أنا حصة من هذا الخبز 30 جرام من الكربوهيدرات تساوي حصة من هذا 30 جرام، لكن شو الفرق؟ هي نفس السعرات الحرارية لكن الفرق بالفائدة الغذائية اللي أنا عم باخذه من هذا. يعني بينما أنا آكل خبز أبيض يرفع لي نسبة الأنسولين فورا بالدم وما استفاد منه، ما في فائدة منه، أما بينما آخذ أنا خبز الشوفان اللي هو حبوب كاملة وأفضل بيقولوا لك حتى من الخالة، يعني بيقولوا لك الخالة هي طحين أسهل، حتى النخالة شوي عم تكون مغشوش، ما عم بضمن أنا إنه هي عم يعطوني إياها نخالة. فأنا بهالفترة كتير عم حبس خبز الشوفان، أنا عم بضمن أنه هي مصنوعة من الشوفان، فيها فوائد، فيها ألياف نسبة عالية، فيها أوميجا 3، فيها فيتامينات B6. أستاذ عنان إبراهيم دل أكيد كنا سعيدين بوجودك معنا، وخلص الوقت بسرعة لأنه كل هاي التفاصيل يمكن جدا معنية اليوم، خصوصا عذاب الأهالي مع أولادهم من خلال أنواع التغذية اليوم. شكرا كتير إليك. شكرا كتير إلكم صبايا. شكرا كتير إليك ولوجودك معنا لليوم. شكرا.